احنا قبل ما نكمل الفيديوهات بتاعتنا هنا في نقطة فاصلة. احنا اتعلمنا حاجات، هنشوف بقى برزنتيشنز معمولة ونشوف الحاجات دي معمولة فيها ازاي، وفي حاجات لسه هنتعلمها. هما حاجتين اساسيين: الحركة للكلام او للاشكال او للصور اللي محطوطة جوه البرزنتيشن. الحاجة التانية الاساسية هي التنقل بين السلايدز عن طريق الترانزيشن، وهو ده اللي هو بيخلي شكل البتاع، هو عبارة عن ان التنقل كده مش جامد، لأ الدنيا بتتنقل بالتدريج او بشكل معين. خلينا نشوف البرزنتيشنز اللي كانوا عاملين تبع الاتش ار والسيشنز، فخلينا نشوفهم كده ونتفرج عليهم كانوا معمولين ازاي. خدتوا بالكم ان هي بتتنقل ازاي؟ تمام، خدتوا بالكم ان احنا موحدين The Art of Acceptance فوق، والسيشن كانت عن فن التقبل. خدتوا بالكم ان الحاجات بتظهر بالتدريج ازاي؟ ده معمول ازاي؟ ده كان معمول على هيئة بوينتس وتحولت لشيب، اللي هو فكرة الشكل المعمول ده كان مكتوب بوينتس وتحول لشيب. القلوب دي كلها ظهرت بالتدريج، وده شيبز موجودة جوه البرنامج، شكل قلب ممكن تجيبوه. شفتوا النقلة هنا كانت جامدة ازاي؟ ممكن تحاول تخليها ترانزيشن برضو. الكلام بيظهر بالتدريج. زي ما احنا شايفين كده كل حاجة بتظهر بالتدريج، بحيث ما تشغلوش بالكلام اللي لسه مش هيظهر. أول ما تيجي تتكلم على حاجة اظهرها بالشكل ده. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الكلام ده كله، وازاي نعمل الحركة اللي احنا عملناها دي كلها. كل الكلام ده لسه هنتعلمه في كام فيديو جاي، 3 4 فيديوهات، انما هتبقى دول حاجات اساسية هنتعلمها. وخدتوا بالكم من طريقة الكتابة وكل حاجة ليها، وخدتوا بالكم ان انا موحد العنوان فوق The Art of Acceptance والحمامة الجميلة اللي تحت دي، بحيث يبقى البرزنتيشن ليها شخصية ليها، والكفر واحد، مش بستخدم كذا كفر. هو الكفر الجري اللي هو ما بيلفتش النظر، ده اللي يوضح الصور اللي هتحط عليه. فده اللي احنا بنحاول نعمله في البرزنتيشن بتاعتنا. خلينا ناخد حاجة تانية كده سريعا، برضو هتلاقوا كل حاجة بنفس الطريقة. احنا موحدين حاجة معينة وماشيين عليها طول السيشن. حاجة بتظهر بالتدريج، سواء من فوق لتحت، من الجنب، الحاجة تتعرض في شكل معين. طالما كتاب تبقى مدموجة مع البرزنتيشن، مدموجة مع السلايدز. هو ده الموضوع اللي احنا بنحاول نعمله في البرزنتيشن بتاعنا. العنوان ثابت فوق، كل اللي هنا التنقل مش معمول له ترانزيشن، عشان كده هتحس ان هو جامد شوية، انما الترانزيشن بيخلي الدنيا شكلها اجمل. السلايد اللي احنا شايفينها قدامنا دي معمولة ازاي؟ هي انا كان عندي بوينتس كتير بتتناقش، فاللي هو انا مش عايز اكتبها بشكل جميل وفي شكل حلو وشيب معين كده، فكتبتهم كلهم بوينتس تحت بعضها في مستوى واحد، وفي الاخر حولتهم لشيب اللي هو المربعات اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. فازاي تستخدموا حاجات زي دي؟ حاولوا تشغلوا افكاركم انتم. ازاي تستخدموا صور بي ان جي زي دي؟ ما تكونش تبحثوا عنها بي ان جي كده في جوجل، ما تكونش لها خلفيه، فتخلي الشكل جميل ومدموج مع السيشن بتاعتك او البرزنتيشن بتاعتك او الشرح بتاعك بطريقتك انت، واللي يناسب الماده بتاعتك واللي يناسب الشرح بتاعك. فشكرا ليكم، وهنتعلم بقى الحاجات اللي لسه ما اتعلمناهاش في الفيديو الجاي. حبينا نفصل بعرض البرزنتيشنز دي في النص. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تدعمونا ان احنا نكمل باستمرار ونقدم لكم حاجات مفيدة وحاجات ممتعة، بجانب الشرح اللي بنقدمه كمحتوى طب لكليات طب. هنقدم لكم حاجات تانية كتير ممتعة. شكرا لكم.